جيسبر كو فزالي بيان. اليوم تلاقينا فيديو جديدة اللي غنحضو فيها انصومبل الوصفة ديال لي غوفر اللي هي سهلة ومهلة. البنات غتجيكم سهلة ولذيذة وبنينة وكاع اللي بغيتو، ومكوناتها بساط وزعما متوفرين في جميع البيوت المنزلية وكيبغيوها الكبير والصغير. المهم لهاد الوصفة كنحتاجو جوج كيسان كبار ديال ديال الفرينة، عندنا كاس كبير ديال الحليب، عندنا جوج معالق كبار ديال السكر سنيدة، عندنا 4 المعالق كبار ديال الزيت النباتيه، كنحتاجو جوج بيضات، خميره كيميائيه، وكنحتاجو سكر فاني. وكاينين الناس اللي كيعجبهم بهذا، اللي كيعجبهم بالكانيل بالقرفه كيدلي فيها زوينه هايله. ندوزو بسم الله لطريقه التحضير. كنهرسو جوج بيضات، فوالا المهم البيض البنات يكون بحراره المطبخ، ماشي يلا تكونوا مخرجينو من الثلاجه ويكون زعما باقي بارد، من الاحسن تخرجوه يبقى شويه باش يشد الحراره ديال المطبخ. سمحوا لي نمسح يدي. اوب، كنضيفوا عليه سكر سنيده جوج معالق كبار كما سبق لي وذكرت، كنزيدوا عليه سكر فاني ديال 8 غرام، اللي بغى يزيد القرفه يزيدها حتى هي كتجي زوينه وهايله. كنخلطوا المكونات مع بعض، كنضيفوا 4 المعالق كبار ديال الزيت النباتيه، تقدروا تعوضوها بالزبده المذابه. دابا غنضيفوا عليهم كاس حليب، البنات انا حبست من بعد ما ضاعف الحجم ديال الخليط ولا كيدير هاد الكسكوشات ولا كي كنقولوا ليها. المهم من مور ما ضاعف الحجم ديال الخليط انا وليو نزيدو بطريقه تدريجيه الفورس ديالنا اولا الفرينه ولا كل واحد شنو كيسميه زعما كاين عندهم. غنديرو نص الكمية ديال الكاس، وغنديرو ديك الساعة الخميرة الكيميائية، ونكملو النص الآخر. البنات ها لاباط ديالنا كتولي بحال هكا، كتولي ثقيله ياكو انتما الشوم اللي كنخلطها كتولي هكا ثقيله. تبعوا غير الوصفه غتعطيكم نفس الحاجه، تعطيكم نفس الريزولتا وغتصدق لكم ان شاء الله. غنخليو دابا لاباط ديالنا مورا ما خلطنا كلشي نخليوها تسرح واحد 15 دقيقه على ونبداو نطيبوها ديك الساعات. ها انتما معايا
تنسجلوا الوصفة ديالنا. ها انا رجعت لكم من بعد 15 دقيقة مع الماشين ديال الكوفر. دابا درتها كتسخن، هنا كتبان لكم البولة اورانج ملي كتولي خضراء معناتها نقدروا نبداو نصوبوا. وانا عندي في لاباري نقدر نصوب 4 في دقة واحدة، هذه هي اللي زوينه. المهم هذه باش عجبني هذا لاباري. كانت عندي وحدة كنصوب بجوج بجوج، ولكن ها كنصوب كنت تا كبيرة كان المهم كان تعطل هكا ديال ربع حسن. وها هي لاطا ديالنا، ها هي ولات خضراء. دابا نبداو بسم الله كنحركو. شتي واكي كتولي لا خاصني نوريكم، شتي واكي كتولي لاباط هكا كتحسو بها ملي كتهزوها شويه ثقيله وما كتقطعش، كتهبط خط واحد. المهم كنحاولوا نخويو هكا في الوسط البنات باش يتقاد عندنا، تكون عندنا الكمية مقادة. هذا كثرت منه بدا كيفايد، المهم ماشي مشكل. دابا غنسدو عليها. ها هي البنات رجعت عاوتاني اورانج، ملي تكون خضراء غتكون سالات. ها هي البنات ملي ولات خضراء حنا غنحلو. ها هما لي كوفر ديالنا واجدين، شفتوهم كي كيوليو يامي يامي. انا شخصيا كنهزهم بحال هكا هوب كنحطهم ابري كتقسموهم. هما البنات طير كيتقسموا كيجيو. ها نتوما شفتو كي كيجيو، يا سلام لذاذ وبنان بزاف بزاف. نعاودو نديرو الثاني. البنات هذه هي الوصفه ديالنا، وهذه هي الطريقه النهائيه ديالها. وقررت انني نقدمها لكم على هذا الشكل مرافقه بالبنان وسوغيز والكراميل كما كيبان لكم، اولا تقدروا ترفقوها غير بسكر كلاصي زعما عادي حتى هو راه كيجي المنظر ديالو والمذاق ديالو هايل. نتمنى ان الوصفه تكون سهله عليكم وان تكون نالت الاعجاب ديالكم. ولا عجبتكم الوصفه ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، وما تنساوش تخليوا لي التعليقات ديالكم اسفل الفيديو.